السلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. إذا نكمل مع فيديوهات The Witcher 3 Wild of Hunt وتثبيت المودات. إذا من المفروض في هذا الفيديو نتكلم عن مود أو سكريبت مهم أن يكون عند كل من يلعب The Witcher 3 Wild of Hunt، وهو الديبو كونسل. ما هو الديبو كونسل؟ هو موجه أوامر أو مفعل تستطيع من خلاله أو تفعيل من خلاله الأكواد. يعني لو أردت أي شيء باللعبة تستطيع عن طريق كود أن مثلا ترفع مستوى أو تضيف مهمة أو تحذف أو تستدعي وحش، تستدعي شخصية كاركتر، تحصل على سيف، كلها طبعا استحضار الأكواد المناسبة. يعني تحتاج إلى أكواد. دون إطالة نبدأ. أولا بالنسبة للنكس جينيريشن المفروض كلها يوجد فيها تلقائيا المود، لكن إذا وجدت بأن اللعبة عندك ليس فيها هذا المود فتستطيع أن تقوم بتحميله من الموقع الرسمي. ها هو ما يسمى، سأضع لكم الرابط أسفل الفيديو، يسمى ديبو كونسل نكس جينيريشن. يعني هذا موجه الأوامر ليس فيه أي شيء، تقوم بتحميله. بعد التحميل تجد ملف. أين هو؟ نعم ها هو، ها هو ديبو كونسل. تجد فيه ملف اسمه بين. يعني هذا البين قم باستبداله داخل، يعني افتح ملف هكذا. نعم افتح مجلد اللعبة. نرجع إلى نعم إلى هنا. قم بنقل هذا الملف واستبدله مكان الملف بين. ها هو نعم يقول موجود، يعني سيتم نسخ هذا الملف. نعم سحب البين هنا وترميه هنا، يتم استبداله تلقائيا داخل هذا الملف. هذه طريقة تفعيل الديبو كونسل. الآن سأريكم مثلا استعمل فقط الأكواد السرعة حتى لا السريعة حتى لا يطول هذا الفيديو. سنقوم بمثلا إضافة المال ورفع المستوى بكل بساطة. إذن هو أولا موجه الأوامر، موجه الأوامر يعمل بعد أن تقوم بتفعيله، إما بحرف أو F2، جرب F2، إن لم تشتغل جرب حرف الموجود تحت يعني علامة زال أو حرف الموجود تحت إشبت، تستطيع أن تجرب هذا. إذا لم يعمل أيضا هناك رموز أخرى، مثلا أنا عندي يشتغل بحرف الطاء أو 100%، تستطيع أن تستعمل هذا الظرف. طبعا على حسب اللغة، لأنه اللغة عندما تكون فرنسية يصبح مثلا F2 أو يصبح حرف ذاي. يعني حاول أن تستعمل العربية، فرنسية، إنجليزية، تغير لغات الكيبورد. هذا هو موجه الأول. إذا كيف يعمل؟ فقط بعد تشغيل هذه الواجهة اكتب ما تريده. مثلا عندي المستوى، نبدأ بأول شيء هو المستوى، نخفيه. ما هو المستوى عندي؟ 2 و4. لاحظوا المستوى 2 و4. لو نكتب ليفل اب، هذا الأمر سيقوم برفع المستوى إلى المستوى الذي بعده. مثلا أنا في المستوى 42 سأذهب إلى 43، إذا كنت في 43 44 وهكذا. نضغط انتري، نتأكد، نخفي هذه ونتأكد من المستوى. الآن أصبح المستوى 43. بالضغط على أزرار المفاتيح لإتجاهات نظهره مرة أخرى هكذا، ثم نضغط على نفس يعني حرف أب أو ليفل أب، يعني زر الاتجاه إلى الأعلى، زر الاتجاهات يعني اتجاه إلى الأعلى، يظهر نفس الحرف. نعم تستطيع بالنزول والصعود، أزرار الاتجاهات يعني الصعود والنزول، تبدل بين الأوامر إذا كانت مكتوبة أو تم إدخالها سابقا. طبعا إذا كانت موجه الأوامر ليس فيه أي كود فلا يعمل. الآن نخفيه، نتأكد من المستوى. الآن 4 و4 وهكذا. إذن هذا هو دور هذا الأمر. نأخذ أوامر أخرى لا أحفظها، سأقوم بنسخها. مثلا لو أردنا الذهاب إلى مستوى معين، كأن نكتب مثلا الذهاب إلى مستوى 40 مثلا، لا أدري هل يقبل النزول. الآن أنا في 44، لا أدري هو من المفروض يعمل مع المستويات الأعلى، هل يقبل مني أن أذهب إلى المستوى أدنى؟ لا أدري، سأجربه لا مشكلة.
لا ينزل. إذا النزول لا يعمل معه. لو أكتب 45، نعم أعتقد سيذهب له، سنتأكد فقط. نعم واضح بأنه ذهبت. إذا لا يقبل منك الرجوع إلى المستوى الذي أقل. المهم ست ليفل معناها تذهب إلى مستوى محدد، مثلا تقول ست ليفل مثلا 60، يذهب مباشرة إلى المستوى 60. أعتقد هذا الأمر واضح. نذهب إلى أمر آخر وهو Add Skill Point. مهم هذا، اللي هي ما يعني إضافة هذه نقاط القدرات، عفوا أهي نلاحظ Skill Point ونذهب إلى هنا. عندي فقط 12 سكيل بوينت، عندي 12 سأضيف 10. نعم أضغط موجه الأمر، إضافة 10 نقاط المهارات. هذا سكيل بوينت، تستطيع أن تغير تلك العشرة، يعني ما بين القوسين يمكن أن تغيره، كأن تقول ست ليفل 10 ست ليفل 20 تغيره، أو مثلا أد سكيل بوينت 10 أد سكيل بوينت 20 سيعطيك 20 نقطة وهكذا. يعني الأرقام أو القيمة يمكنك عفوا دائما أن تغيرها. الآن هل تم إضافة؟ أصبحت 22، كانت 12 أصبحت 22. جميل جميل. إذا أضفنا بنقرة أد ماني، إضافة المال، إضافة المال هو أهو المال. أولا نتأكد كم المال موجود. أو نعم عندي 14508، سأضيف هذا المبلغ. سأنقص مثلا 9 حتى تظهر النتيجة صحيحة. يكفي، هذه كافية. مثلا تم إضافتها، لاحظتم أنه كتب تم إضافتها، نتأكد. تم إضافة المبلغ. يمكنك إضافة رفع المستوى، إضافة المال، كذلك هناك حذف المال، إضافة السكيل بوينت إلى آخره. وهناك أكواد أخرى بطبيعة الحال، هذه لإضافة الميتجان والصبغيات، وهناك العديد من الأكواد. يعني هذه الأكواد إضافة العتاد، إضافة كذا، استدعاء الوحوش. إذا كل هنا مجموعة كبيرة من الأكواد يمكنك أن تقوم بتفعيلها عن طريق ما يسمى بالديبوك كونسل. أتمنى إخوان في الأخير أن يكون أعجبكم هذا الديبوك كونسل أو هذا المود. دمتم في أمان. أي استفسارات أي تواصلوا معي في الديسكريبشن أو على قناتي أو على يعني التليجرام. دمتم في أمان الله والسلام عليكم. ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت.